السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بالتقويم التشخيصي طيارتي مرجع منار لغة العربية للسنة السادسة. أقرأ النص وأجيب عن الأسئلة. إذن سنقرأ النص ثم نجيب عن أسئلة الفهم. ليست طيارتي في طيرانها إلا الحلقة الأخيرة. إذن غادي نشكلوا هاد الكلمه، لان الكلمات المكتوبه باللون الاخضر غيطلبوا منا الشكل ديالها. الاخيره من سلسله نشاط وحركه. كانت تبدا صباحا بزياره اقوم بها الى حانوت العطار لشراء الخيط والورق الملون ومسحوق نصنع منه صمغا خاصا، ثم ننتهي بالبحث عن عصا من القصب الجيد. فإذا عدت إلى المنزل جلست في ركن خال من الأثاث وبدأت في تقطيع القصبة طولا إلى 3 عصي لأصنعها بعد ذلك متعارضة وأربطها من وسطها حتى تصبح أقطارا لشكل سداسي متساوي الأضلاع، وكنت أصل بين أطرافها بخيط وأخلط المسحوق بالماء لأكون عجينة صفراء لزجة، وأقص أوراقي الملونة إلى مثلثات ألصقها بالهيكل مراعيا المقابلة بين ألوان هذه المثلثات، وهي محدودة لا تتعدى الأخضر والأصفر والوردية والأحمر. وكنت أدور قصا فيما بقي من الورق فأحوله إلى شرائط أو غدائر أعقدها حول ذيل الطيارة قبل أن أصله بضلع من أضلاع الهيكل، ثم أنشئ هرما خياليا متساوي الأضلاع بواسطة 3 خيوط، أحدها يربط في مركز الطيارة ويربط الآخران بطرفي الضلع المقابل لضلع الذيل. إن هذا الهرم الخيالي هو الميزان الذي يتوقف عليه ثبات الطيارة في الجو، وهو أهم عمل هندسي في صنع طيارتي وآخر عمل فيه. وكنت أنزل بعد ذلك إلى الأرض والفضاء أو إلى أرض الفضاء خلف المنزل لأشرع في التحليق، فروحي هو الطائر مع طيارتي. أما ذلك الجسم الصغير الباقي على الأرض فليس إلا ثقلا في آخر الذيل. وكنت أمسك بعنان الطائرة الهزيل أتركه لها رويدا رويدا حتى لا تنطح برأسها شيئا أو تختنق بذيلها إذا التف حول رقبتها، فإذا بها تطلب المزيد من الحرية والارتفاع، فأرخي لها العنان ما بقي معي خيط حتى إذا لم يبق من الخيط إلا طرف طليق لففته حول ذراعي كآخر قيد يحتفظ لي بطيارتي في كبد السماء. إذن هذا هو النص. الآن نجيب عن أسئلة الفهم. انطلاقا من الصورة أبين المقصود من كلمة طيارة الواردة في العنوان. إذن كلمة طيارة بطبيعة الحال المقصود بها هو الطائرة الورقية. إذن كلمة طيارتي الواردة في العنوان أو المقصود بها هو الطائرة الورقية. السؤال الثاني، أحدد عائلة كلمة تحليق. إذن يمكن أن ندرج يحلق محلق حلاقة محلقة تحليق إلى آخر، مجموعة من الكلمات التي تعتبر من عائلة كلمة تحليق. ما المواد التي استعملها الطفل في صنع طيارته؟ إذن المواد التي استعملها الطفل في صنع طيارته هي الخيط وورق ملون ومسحوق لصنع الصمغ وعصا من القصب الجيد. إذن هذه هي الوسائل والأدوات. السؤال الرابع، كيف أطلقها في الفضاء؟ إذن لإطلاقها في الفضاء، يعني الطريقة التي أطلق بها الطفل طيارته، كان الطفل يمسك بعنانها الهزيل ويترك لها رويدا رويدا حتى لا تنطح برأسها شيئا أو تختنق بذيلها إذا التف حول رقبتها، ويرخي لها العنان لترتفع في كبد
السماء. إذا بالنسبة للطريقة التي يعني ذكرها الكاتب، إذا يمكن أن نلاحظ يعني الطريقة التي يطلقها إذا في الفضاء. إذا لاحظوا، قال فأرخي لها العنان ما بقي معي خيط، إذا حتى إذا لم يبق من الخيط إلا طرف طليق، لففته حول ذراعي كآخر قيد يحتفظ لي بطيارتي في كبد السماء. إذا فقد كان يحررها رويدا رويدا قيل يعني تفلت منه بطبيعة الحال. السؤال الخامس، كان الطفل يشعر أثناء تحليق الطيارة في الفضاء إذا بالفرح بالحزن أو بالخوف؟ بطبيعة الحال فقد كان فرحا. السؤال السادس، أختار من الأفكار الآتية الفكرة العامة المناسبة للنص. إذا سنختار فكرة واحدة، ابتكار الطفل أشياء لتكون لعبة من ألعابه، تشجيع الأسرة الطفل على ابتكار ألعابه، تشجيع المدرسة الطفل على ابتكار ألعابه. إذا بطبيعة الحال الفكرة الصحيحة والمناسبة للنص هي ابتكار الطفل أشياء لتكون لعبة من ألعابه. السؤال السابع، ألخص النص في 6 جمل. إذا يمكن أن نلخص النص على الشكل التالي. إذا يحكي الطفل بطل النص عن رحلته في صنع طائرة ورقية، ابتدأت بشراء وتوفير جميع المكونات اللازمة لصنع الطيارة، ثم مراحل صنعها وابتكارها ليطلقها في الفضاء بعد إمساكها بإحكام، إذا فاصلة، ويرخي لها العنان لترتفع في السماء. السؤال الثامن، أبين في حدود 4 أسطر كيف كان اللاعب دافعا لابتكار الطفل طيارته، وأوظف على الأقل فعل مجرد صحيح وناسخ حرفي واسم فاعل. إذا يعتبر اللاعب دافعا، إذا اسم الفاعل دافعا حافزا، إذا دافعا حافزا أسماء فاعل. يعتبر اللاعب دافعا وحافزا للابتكار، فالطفل في النص استخدم مواهبه في صنع لعبته. إن إذا ناسخ حرفي، إن اللعب وسيلة من وسائل التعلم وحث العقل البشري على الإبداع. إذا بالنسبة للفعل المجرد الصحيح، إذا يمكن أن نعتبر الفعل يعتبر إذا مجرده عبر، إذا فهو فعل مجرد صحيح. إذا هذه الأجوبة الخاصة بالنص، نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر مع التطبيقات الكتابية، يكون في الموعد، إلى اللقاء.